السلام عليكم متابعين موقع طنجاي، مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامج رمضان في الحومة. في رمضان كنعيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، اليوم كنتواجدوا في الدرادب وغنشوفوا الاجواء ديال الدرادب كيفاش عامل. وهلا بحال غدا حمادة شرمو حليلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار كبير كبير هذا وفوق كبير نعم الله يرحم والديك. بارك الله. الأجواء الدرادب كيفاش كتعيش معاها؟ أنا خرج وسلامي هنا في درادب، كانت درادب قبل هذا الشيء هذا كل شيء ما كانش كاين هنا، كانت غير الغرصة. تبارك الله. والساعة هذه تبارك الله دابا هي كتعرف درادب كبرت والناس ديالها مزيانين، فهمتي ولا؟ واللي كيجي عندنا مرحبا به، فهمتي؟ وتينا ابراهيم مرحبا بك عندنا. الله يرحم والديك. كنشوفوا لك الفيديوز ديالك، فهمتي ولا؟ حنا متابعين ديالك. الله يرحم والديك. علاش هي تسمات الدرادب؟ هي الاسم ديالها الحقيقي طارق الجبل، يعني سماوها هي درادب حيت يعني على حجاب الجبال وهذاك مكركبه سماوها درادب مدردبه. يعني بقات درادب. درادب هي درادب، فهمت؟ دابا بحال فوقي كاين الحياني، كاين مرشان، كاين مطافي، كل اسم عندها بحال مصلى. دابا نسينا لا ديتك شي حاومه ما تقدر تعيش فيها. لا ما نقدرش. انا لا خرجتيني من درادب بحال اللي خرجتي الحوت من مرقله، انت ولا صافي. انا خلوق سرابي، انا خلقت في الطريق ديال سيدي قاسم. تبارك الله. الله يحفظك. شكرا بزاف معرفين شرفي المعرفه ديالك. كذلك نعم سيدي. الله يبارك فيك. خي محسن تبارك الله. الله يبارك فيك اخي. وعواشر مبروك. منو عليكم. دابا كنتواجدوا مع محسن اقدم بائع السمك في درادب. نعم اسيدي. شحال وانت كتبيع في هذا الموطع هذا وفي درادب؟ 25 سنه هذو كنبيع السمك هنا في هذه المنطقه. السمك وباين حاجه تاخرين بحق السمك. السمك 25 سنه. دابا نسينا واش ولد واش ولد مدينه في طنجه ساكن في درادب؟ انا هو الخالق ومربيناه في الحومه هذه. خالق. الا قلت لك درادب شحال هذه مع درادب دابا شنو يتبدل؟ شنو شغل درادب شحال هذه كانت نقيه الدنيا وبنادم نقي ودابا عمرت الدنيا ببشر بزاف. دابا الدنيا عمرت ببشر بزاف ومعروفه درادب بالكلم ديالها بالناس ديالها. يا قبل كانت هي قبل هادشي اللي كنقصد لك. قبل كانت مبدله، كانت نقيه وبنادم قليل وبنادم نقي واتساع كان، فهمتي؟ دابا سبحان الله الدنيا عمرت وتسب الناس وتزاد والطبقات يعني وكثر وكثر ببشر. الا قلت لك الناس شنو كيديو دابا بزاف؟ شنو كيتسخروا بزاف؟ شنو نسقوا لك دابا هذا حي شعبي الدراوج ساردين شرا الشطون، فهمتي؟ هيدا فهمتي هادشي اللي كاين. كيجيو من مناطق اخرى، يا كيجيو من مناطق اخرى. دابا هاد المنطقه حاليا في هاد الساعه هادي تشهرت بالسويقه ديالها، كيجيو الناس من مناطق اخرى كيتسوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف عواشر مبروكه. لا عليك بالخير. عفوا عليك. الله يسار طالعه كتنتني. ياك. والله يهديك. طيبه على روسيه هذه مطيبه على الكاز، كنطيبوها في البوطه وكنشحروها على الفحم. عليها طالعه الريحه ديالها يا سلام. واعري. دابا هنايا كتبيع قدام الجامع. كنبيع. شحال كتبيع الزلافه؟ 50 دراهم. وكاين الاقبال اللي في رمضان؟ ضروري ضروري. انا عندي كليان ديالي شحال هذه دابا قول هذه 6 سنين. واش انا قلت لك 6 سنين باش انا هنايا دابا. انا كانوا الناس هنايا كيعملوا الرغايف، دخل شهر رمضان الناس كبار كيزرغتوا، فهمتي؟ زعما يعني ما بقاش ديك رمضان بحال اللي كان قبل كيجي، فهمتي؟ دابا الامور مزيان. انا دابا هذه 6 سنين. 6 سنين. اياه. يعني دابا رجعتي كتبيع في فايسر معروف عن نص المنطقه 5 دراهم الزلافه. 5 دراهم الزلافه. والناس دراوش. الناس دراوش. عنده شي كنعطيوه. عنده ياكل ما عندوش ياكل. تبارك الله على يوسف. والله. شكرا. احلى يوسف في العالم. شكرا. شكرا. شكرا بزاف. مرحبا بكم في درادب. تبارك الله عليكم. الله يبارك. ورمضان مبارك سعيد ليكم والاحباب كاملين. ومرحبا بكم في اي ساعه عندنا.
حي شعبي الدراوش كاين كلشي عندنا كاين الناس فلوس كاين الناس دراوش كاين شي عايش معاه حق كلشي عايش مع بعضيتو حنايا هنايا هذا كيتعاون مع هذا ما كاينش شي فرق ما بين هذا وهذا وهادي وهادي بيان بيني دو نوش ترواريو استاموس اكي كومو سيمبري todos bien alegres sin problemas de buen ambiente de buen rollo os recibimos con los brazos bien abiertos bienvenidos cuando queráis y yo me alegro cuando os veo con una gran sonrisa تبارك الله زبيبه مرحبا بالوالدين تحياتي واحتراماتي للناس ديالنا وبيبا طنجة وتحيا طنجة خاي تبارك الله كاين شي تجين درادو متجيش عند محمد الله يا ودي الحوت موجوده فروتا موجوده الخير موجود كاين شفتو راه محمد كلشي موجود كتصرف مع الدراري ولا في الدار مره في الدار مره مع الدراري شي ولدي يعني دائما خلق الاجواء دائما خلق الدنيا الحمد لله كنجوزوها ما كاين لا دبزه ولا والو كلشي بخير كلشي ولله الحمد انا جيت جبرصه كيضحكوا الناس حتى خيم ضحكوا الناس تقول حنا فاطرين حنا والله الا راه صايمين ديال هذا بسم بالله شنو الناس تقول الناس اللي كيتفرجوا فينا خيم نقول لك الله ينصر الاسلام والمسلمين والله يجازيكم بخير والله يطولكم في العمر والله يخلي هذه القناه هذه الطنجاويه اختي تبارك الله عليك تبارك الله ربي يخليك الله يرحم والديك وعيش مبروكه علينا وعليك خليكم الصحه والنشاط شنو عندك هنا شنو كتبع كعد الخبيزات كعد الخبز مع الرغيفات بغرير يعني غير في ساعة رمضان ودابا كاين الإقبال دابا الحمد لله في رمضان كتمشى الحاجة والناس دراهم هادشي اللي كيديو بزاف كيديو الخبيزات ستيتوين دابا حتى هما كانوا شحال هادي كيديوهم عامرين دابا مبقاوش كيديوهم عامرين على حساب كلشي غالي هما كيديوهم خاويين خاويين كيعمروهم من راسهم كنتمنى جميع النساء يكافحوا يجاهدوا يعملوا أي حاجة بيدهم يعني ما يعاونوش إلا على الراجل يعاونوا توما على نفسهم يعاونوا يعملوا شي حاجة لراسهم مشاريع كاينة أي حاجة الخدمة باليد اليد كتعمل أي حاجة الخدمة حلال حلالا طيبا يعني هذه ما تخافش منها من أي حاجة كاينة بزاف حلوى عربية تبيع وتشري يعني ما بقى حتى حاجة عي تبارك الله عليك أختي ديالي ربي يخليك الله يرحم والديك وبشركم مبروكة الله يرحم شو اليوم مع أحلى عثمان في الدرادب أحلى عثمان في العالم الله يحفظك السي إبراهيم كيف عامل الأجواء في الدرادب الحمد لله كل شيء مزيان أنا بنادم ماشي مع رمضان 10 أيام الأخرانية كيفاش مزيونة عاود الأجواء ديال العيد زينة عارف قلت لك الأجواء في الدرادب شو النغمة ديالها كيفاش عامل حلاوة تاك بلا ما نقول لك زينة عارف داك الشيء مزيان السوق اليوم أجواء واعرين أخاي إبراهيم أمور مضبوط توازن أجي بحال شكون عند الطاج شكون عند الطاج أنا مشي النفاس ما كفتة وبصل وماتيشا داك الشيء مضبوط أخاي إبراهيم تبارك الله كامبام داك الشيء مخلط خلط اخي انت بيدك مشارك معاهم في البلاصه ديالي هادي الخا كلشي ديالك الخا والله العظيم والله الا احسن اجواء عندنا في دراد بنادم بعقله بنادم حايل بيع وشرا ماشي مدخم الحمد لله السلعه غاليه الحمد لله احنا ماشيين الخا هادي يلا هضره بيه الدراري تبارك الله عليك خاو ديالي تبارك الله الله يعطيك الصحه الحافظه ديالي الله غنقول لك واش الناس درادب كيديو الماء دلعي كيديو الماء دلعي تبارك الله الخاف وهذا الماء منين كتجيو لاينو مين فينيا لاينو يعني قريب غير من هنا قريب من هنا باسيو كنجيو المغرب ونعاودو فحان هذه هي الهضره والناس دابا الدرادب شنو غنقولوا للناس يجيو يديو من عندك الماء رزاقو بيد الله اللي بغى يجي يدي يدي مرحبا اللي ما بغاش مرحبا حتى هو سلام عليكم امان عليكم السلام كيفاش جبره استر معاه يا جبره استر معاه تخافش يا ابراهيم الله يعزك نفطروا معاك اليوم اش نقول لك كيفاش عامل الاجواء في درادب الاجواء في درادب ما بياش اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله يعني خالقه مع الدريده احنا ضروري نخلقوها واخا ما تكونش نخلقوها اجوج دائما كسعد الطاجين ولا غير اليوم هذا يوميا الطواجن هنايا يا نجيو نفطروا معاكم مرحبا بك انا ابراهيم الله يعزك ديما باش تسعد لنا الطاج اليوم ببوقه عثمان تاع الغربه وقصي بوقه عاد كسبان طريه على حقه طريه اليوم اخي شريتي يا مو بحريه اخي ابراهيم ما كانش الحد اليوم ما كاين والو ابراهيم برافو هادي يلا يمكنش نجيو الدراده وما نشوفوا شي واحد فران اللي هو اول فران في طنجه كيعمل شو سلام عليكم وعليكم السلام عباش مبروكه الله يبارك فيك اخي بارك ما كرهتكش تعرفنا بفران دابا شني عندك فيه هنا هذا الفران في دابا الان مثلا كان هنايا الطرفه كتكون مثلا عندنا هنايا بحال بريوات مثلا هنايا بحال اللي كتشوفوا مثلا الطنجيات كيجيبوهم هنايا
كاين مثلا هو كيحمر كي حتى الكاوكاو مثلا بالنسبه لهادشي ديال الحلوى وهادشي ديال العيد، خصوصا دابا الايام الاخرانيه معروفه بالحلوى، معروفه دابا دابا ابتداء من نهار 20 كتبقى تحرك المسائل فيما يخص الطرفه الحلوى. عندنا افران اخرين اختصاصيين باللحام، الدجاج، القضيه ديال الطنجيات مثلا، الهرقمه بحال هذه اللي هنايا عندنا الطنجره الهرقمه، انتم كتشوفوا بريوات هنايا. هذا الدجاج كيتعمل بواحد الطريقه كيتسمى مسلسل، يعني مزول له العظام ومعمر، يعني طريقه ماشي عاديه، ماشي غير الدجاج هكا وصافي لا. وكاين الدجاج اللي كيكونوا عاديين بحال هادو، هادو الدجاج عاديين الله، يعني العين كتاكل قبل بحال دابا تشاهينا هادشي. انا مرحبا مرحبا الله يرحم. هذا الفران تفتح في 1961، هذا الوالد ديالي واللي فتحها هو، هذه الصوره ديالو مع الناس واحد المده كبيره، وتعلم الحنطه وكذا وتعلم المسائل ديالو عاد فتح هنايا الله يرحمه. وهذا الفران النهار الاولاني تعرف بالفران دنوها، نوها هي العزيزه تبارك الله. ومن بعد عاد عملنا، من بقينا كنعملوا كنعملوا الفيسبوك والانستغرام، وعملنا مثلا، وهذا الفران راه موجود عاد سماوه فران دراد، سمينا فران دراد. فين مسي بهذا الخبز؟ جي فيها فران دمنا هذا الخبز هذه الوليده. ملي كيقول لك شي واحد دير الخبز الفران كديه ضروري. دابا شحال عندك الخبزه تسمى؟ ثلاثة. سبق لك طيحتي شي وصله؟ لا واش يعني دائما شاورا بيد وحده يلا ديها دابا الفران. شكرا. كانت هذه هي الاجواء في الدرادب، باش ملحه وما بغيتو نزوروها، ونتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.